بونجور، معكم مدام مها. أنا المنهاج خلصته وموجود كله شرحه على اليوتيوب، بس هلأ رح أعمل مراجعة للبكالوريا للناس اللي ما لحقت والناس اللي لسه خايفة من المادة، يعني نركز على النقاط المهمة بهالمنهاج. هلأ هالدرس هذا رح أحكي بس شو اللي داخل معنا، شو المطلوب مننا نعرفه نحن كطلاب بكالوريا. منهاج الحديث بكتابنا، إن كان بالكتاب إن كان بالدليل، أستعرض كل الشغلات المهمة بالكتاب، طبعاً من خلال عدة دروس تكون مختصرة وما نحكي فيها كتير. أنا هلأ فتحت على كتاب البكالوريا تنشوف شو المطلوب مننا بكل كمادة ككل، شو هو المطلوب مننا. أنا عندي هوني الدروس مثل ما أنا شايفين بالوحدة الأولى، اون فيت انسامبل، يعني انا عندي هون عن الاحتفالات، هون كله احتفالات، احتفالات اجتماعيه. هذا درسنا الاول، كل شيء بتعلق بالاحتفالات لازم نكون بنعرفه هون بالوحده الاولى. بالوحده الثانيه شاكان بوكتوس، الواحد للكل والكل للواحد، هي نشاطات انسانيه، نشاطات انسانيه، هاي الوحده الثانيه. الوحدة الثالثة لو سالون ان اسباس كولتوريل، عن الثقافة، المعرض الثقافي، النشاطات الثقافية. الوحدة الرابعة لا فام دون لا ليتيراتور، المرأة في الأدب، يعني عن المرأة، مو ضروري بالأدب لأنه بجوز يجيني موضوع عن المرأة بشكل عام، لأنه الوحدة بتحكي عن المرأة بكل نشاطاتها مو بس بالأدب. لما بيحددوا لي بالموضوع بالأدب لوحد موضوعه بيكون، ولما بيقولوا لي عن المرأة بشكل عام بحكي عن الأدب وغير الأدب. أما الوحدة الخامسة، هنا ست وحدات، الوحدة الخامسة عم تحكي عن انتليجنس ارتيفيسيال، الذكاء الاصطناعي، يعني عن الروبوت، روبوتات، روبوت فائدته أو عدم فائدته. الوحدة السادسة هي لا كونكيت دو ليسباس، غزو الفضاء، يعني كل شيء نحن عايشينه هلا من رفاهية وحضارة وكل شيء متوفر عنا هو سببه ومرجعه إلى يعود إلى غزو الفضاء، التقنيات الحديثة. هذا هو منهاجنا، ونبدأ بعدها بالوحدة الأولى. بس أنا بدي أنتقل للدليل لحتى تشوفوا تطلعوا أكثر عشاني لازم تعرفوا. هذا الدليل قدامي، هلأ أنا فتحت على دليل ما بعرف على إنه صفحة، المهم فتحت عليه أوله. موجود عندي أنا تحليل للوحدات كلها اللي لازم أنا يعني أعرف حالي شو مطلوب مني فيها. عندي هن ست دروس، درسين وحدتين عن نشاطات اجتماعية، وحدتين عن نشاطات ثقافية، وحدتين عن نشاطات علمية. تمام؟ واضح كتير هالكلام. هاد تنتين، أول تنتين نشاطات اجتماعية، تاني تنتين نشاطات ثقافية، تالت تنتين تطور علمي، نشاطات علمية. إذا أنا أول وحدتين هن أورغانيزي أن إيفينمون سوسيال، أنا بالنشاطات الاجتماعية. النشاطات الاجتماعية بتنقسم إلى عدة أقسام، هي مناسبات اجتماعية بعنوان العام، لكن بتكون متفرعة لأعياد، ممكن تكون احتفالات تسلية ترفيهية، ممكن تكون احتفالات ثقافية، ممكن تكون احتفالات متعددة الثقافات. هالنقطة لازم أعرفها، بس كلهم بندرجوا تحت ايفينمون سوسيال. ما لازم ننسى ننعبط إذا قالوا لنا ايفينمون سوسيال، يعني كل شيء، كل المناسبات، إن كانت الوزير تسلية ترفيه، ولا كانت ثقافة كولتور، ولا كانت انتر كولتوريل، النشاطات المتعددة الثقافات. هدول بهي النشاطات الاجتماعية تشمل الوحدة الثانية والأولى. الوحدة الأولى اللي فيها أنفت أنصابنا نحتفل مع بعضنا، شو لازم الطالب. هلأ أنا شفهي ما عندي بالفحص الشفهي، هذا أثناء السنة أنا عم بحكي هلأ عن الفحص الأخير. شو المطلوب مني أحكي؟ ما راح أحكي، راح أكتب بس. إذا أنا لازم أكون بعرف الايفينمون سوسيو كلهم، شو خرج يمرق معنا ايفينمون سوسيو بالدرس،
وطبعا بأقسامه الثلاثة اللي قلناهم الوزير كولتور انتر كولتور. هذا بالوحدة الأولى. بالوحدة الثانية طبعا أنا بالتعبير، هلا نحن ما بدنا التعبير الشفهي، بدنا التعبير الكتابي. لازم أكون بعرف أحكي عن النشاط الاجتماعي عناصره. نحن نرجع منعيد عناصر كل شيء مطلوب مننا بالوحدات، بس أنا هلا بالإيفينمون سوسيو له عناصر. إذا أخذت مثلا إيفينمون دو لوازير، حدث ترفيهي مثلا عيد الصداقة، الأعياد الاجتماعية يعني عيد الصداقة، عيد شو في عنا أعياد ترفيهية بتمر معنا، عيد الموسيقى، عيد الربيع، هي كلها نشاطات ترفيهية بدي أعرف أحكي عنها بالتفصيل طبعا بتأيد بالعناصر. أما القسم الثاني اللي بتعلق بالوحدة الثانية فهو صح إيفينمون سوسيال بس ضمن الأورغانيزاسيون هيومانيتير، حتى ما نخربط. لما بيقولوا لنا إيفينمون سوسيال هي بتشمل نشاطات الحياة الاجتماعية والنشاطات الإنسانية. طبعا هن رح يحددوا لي أنا شو أكتب، بس لازم أعرف إنه إذا عم نحكي عن نشاطات إنسانية التضامن والإنسانية وشغلات بتتعلق بالإنسان بشكل عام، فهي بدرجة تحت عنوان نشاط اجتماعي، لكن هو نشاط إيمانيتير إنساني. وإذا كان مثل عيد صداقة، عيد الربيع، هالأعياد هي الترفيهية، فهي طبعا تندرج تحت الوزير ولا كولتور ولا. طبعا أكيد أكيد ما راح أقول نشاط الإنساني هو نشاط ترفيهي، لا، هو نشاط اجتماعي لكنه إنساني. هاي بالنسبة للوحدة الأولى والثانية. خليني أشوف كمان تحت هون عندي بالنسبة للموضوع، هذا كله شو اللي نحن بناخده حاطيننا، شو هي النشاطات الاجتماعية. أنا هون عندي إنه لازم أكتب رسالة بالموضوع، رسالة ممكن تكون رسالة، ممكن يكون منتدى، ممكن يكون إيميل، أي شيء، ممكن مقالة. نحن كتير أخذين التيب تبعين الدوكيومون شو هو الشغلات اللي تندرج تحتها، وكلها بدنا نرجع نعيدها. بدي أحكي عن مناسبة ضمنهم، هلا يا هن بيحددوا لي المناسبة يا ولا أنا بقولوا لي أحكي عن إيفينمون سوسيال وأنا لحالي لازم أعرف أكتب عنه. شو هن معددي لي هون شو ممكن يكونوا يعني هالنشاطات هدول. أما الدرس القواعد اللي بيكون بالوحدة الأولى فهو عن لبيت، الهدف، الغاية أو القصد، conjunction de but، جمل الهدف. بالوحدة الثانية أنا بحكي عن التنتين، لازم أعرف عن النشاطات الإنسانية وقواعدي هي عن opposition، التضاد أو التجاوز، concession. وأكتب كمان هلا هون عبولي لي ميل، أنا كل شيء لازم أكتب، إن كان إيميل وإن كان رسالة وإن كان، لازم أعرف أتنقل بأنواع البرودكشن إكريت. شو ممكن يجيني برودكشن إكريت، هل هو إيميل ولا مساج ولا SMS ولا أختيكل، كل هدول لازم أكون أنا بقدر بعرف عنهم شيء. هو موضوعي بالدرس الثاني إنه نحكي عن أكسيون إيمانيتير، كمان له عناصر كمان لازم أعرفها وقت بمر عليها. برجع للوحدة الثالثة والرابعة، قلنا الثالثة والرابعة هي نشاطات ثقافية. أول قسم عن النشاطات الثقافية بشكل عام لي سالون كولتوريل، النشاطات المعارض، المعارض الكتب، شو خرج يمر معنا نشاطات ثقافية أو إعلانات، إعلان كمان ممكن يكون إعلان عن معرض، عن متحف، عن شيء، كل شيء يتعلق بالثقافة شو هي عناصره. وتانيا القسم الثاني بالوحدة الرابعة هو عن المرأة، لازم أعرف كل شيء يتعلق، لازم أحفظ يعني أكون بعرف أكتب عن كاتبات إكريفين ولا بويت، شاعرات ولا بانتخ، رسامات، أكتريس، ممثلات، يعني أكون بعرف كل شيء. هذا في مجال، هدول في مجال الأدب، أنا كمان لازم أكون بعرف كل المجالات. ليش؟ لأنه بالدرس معدي معي، فممكن يقولوا لي أون جينيرال بشكل عام
بالنشاطات دول اللي في المختلفه مجالات دومين ديفيرون، وممكن يقولوا لي انه احكي بس دون لا ليتيراتور. لازم انتبه لعناصر موضوعي. هلا هون الموضوع عم بيقول احكي عن فام سيليبر دو تون باي، احكي عن امراه مشهوره في بلدك. شو ممكن تكون هي كاتبه او اديبه او شاعره او عالمه، او المهم امراه شهيره في بلدي. يا بقولوا لي اياها هيك الموضوع بشكل عام، او بحددوا لي اياه اكثر. اذا هدول هنن الوحدتين. هاي الموضوع الثالث، الموضوع الكتابي اللي عم بقول احكي عن انفيتاسيون. هلا هون دعوه، دعوه الى سالون كولتوريل، بس داخل افيش. افيش يعني انونس، ضمن اعلان. فانا لازم اعرف كيف بنعمل اعلان، لازم اعرف جميع انواع المواضيع كيف بتنعمل. اما درس القواعد اللي بتعلق بالوحده الثالثه فهو عن ديسكور ديريكت اي انديريكت، الاسلوب او الحديث المباشر والغير مباشر. بالوحدة الرابعة لازم أكتب عن دور المرأة. قلنا شوفوا كيف لي دومين ديفيرون، في المجالات المختلفة، يعني مو بس بالأدب. هلا إذا قالوا لي دون لا ليتيراتور، دون لا ليتيراتور هون تفرعوها، بكتب بس عن الأدب، شاعرات أديبات كاتبات قصصية أو مسرح أو أي شيء. إذا قالوا لي دومين ديفيرون يعني أنا ما بدي أتأيد بالأدب، بدي أكتب بالأدب، بالفنون، بالعلم، بكل شيء. اما درس القواعد للوحده الرابعه فهو عن الكومباراتيف والسوبرلاتيف، المقارنه والتفضيل. نرجع للوحده الخامسه والسادسه اللي قلنا بتعلقوا بالعلم. الخامسه بتحكي عن الروبوتات، الانتليجنس ارتيفيسيل، الذكاء الاصطناعي. لازم اعرف شيء عن الروبوت، لا روبوتيك، عالم الروبوتات. اعرف كيف اكون مع او ضد هل الروبوتات هن شانس بوغ لوم ولا ديزاستر كارثه، هل هن شيء كويس ولا شيء ما كويس للانسان. نشوف الخامسه هون، لازم افهم اختيك المقال، بس ما بالضروره يطلبوا مني اختيك، اعملوا لي اكتب نص جاوب فيه على السؤال. هل الروبوتات المنزليه دوميستيك يعني منزلي، هل هي لازم نخاف منها ولا ما نخاف؟ يعني أنا لازم أعرف ميزات وعيوب عالم الروبوتات، شو فائدتها وشو هو الخطر منها. أما درس القواعد فهو اللي زجكتيب اللي بخنو أندفيني، صفات وضمائر الغير محددة. وهذا الدرس اللي كتير أغلب الطلاب ما بيستوعبوه، نحن كمان ما بنستوعبوه معكم، لأنه ما موجود عنا بالعربي شيء اسمه بخنو أدجكتيب أندفيني. يعني ما بدي احكي عنه هلا، وقت مر على مراجعه القواعد برجع بحكي عنه. اما الوحده الاخيره في مجال العلم فهي غزو الفضاء، لا كونكيت دو لسباس. ما بدي انا اعرف تواريخ فيما يتعلق بغزو الفضاء، لا، لازم اعرف فائده غزو الفضاء. فاذا انا كل شيء بيتعلق بالاسترونومي، علم الفلك، انا لازم كيف تنقل في الفضاء، كيف بيصير غزو الفضاء، وهل كمان يشكل خطر ولا فائدة، شو فائدة غزو الفضاء وشو الخطر منه. وأكون ألميت بهالفكرة هاي، واللي مطلوب مني بالتعبير الكتابي هو أني أكتب مقالة بجزكم، ماي مقالة بجزء يقولوا لي حطي حوار، بجزء يقولوا لي اكتبي تيمونياج، اكتبي اختيك، مو اختي قلناها هون اختيك، ممكن يكون رابور، اي شيء تاني عن غزو الفضاء، واستند على المعلومات اللي طبعا انا لقيتها بالوحده. اما قواعد الوحده السادسه فهي عن البخونو بوسيسيف والبخونو ديموستراتيف، ضمائر الاشاره وضمائر الملكيه. كمان هذا الدرس كثير في طلاب بياكلوا همه انه هو صعب، مثل ما قلت برجع بعيد بالاخير بختم، رح احكي عن كل الوحدات وحده وحده، ونستعرض اهم ما فيها للناس اللي اثرت تدارك معنا، والشغلات المهمه اللي لازم تنحفظ، والثغرات احكي عنها. وهلا بس رح انهي باني اقول عندي وحدتين عن نشاطات اجتماعيه، وحدتين عن نشاطات ثقافيه، وحدتين عن العلم. وببدا ان شاء الله بالدرس الجاي اشرح وحده وحده. كانت معكم مدام ما بتقولكم. Au revoir, à la prochaine fois. Bye bye.